شو من امتى فايق؟ ليش نمت مثل العالم لحتى فين؟ شلون بدك تروح على دوامك انت مالك نايم مثل الخلق؟ مثل الخلق؟ تعي اسمعي كيف عايشة هالخلق. رجعنا لك آخ آخ يا رهف آخ، نحن وين والعالم وين؟ اي سيدي في مثلنا متايل هدول مو قلال كمان تعبين البلد. حبيبي إذا هي الشغلة بدها تتعبك وتخليك ما تنام خلاص بلاها. ومنين بدنا نعيش؟ لولا هالكم تاجر اللي ماسك لهم دفاترهم يا دوب بكفيني معاشي لعشرة الشهر. معلش يا عمري، راتبي وراتبك والدروس الخصوصي اللي عم بعطيهم بيمشي الحال، بكفونا نعيش على قدنا. اللي حارق قلبي على العالم. تفضلي شوفي لي هالفاتورة. عزيمة عشاء ب 260 ألف ليرة، أبو يزن عزم عيلته يوم الخميس الماضي. أبو دريت وكالة عقد سيارة بعيد ميلاد ابنه. بتعرفي قد إيه حقها؟ لك والله ما بيهمني. بس أنا بيهمني. شو بينقصنا نحن لحتى نعيش مثل هاي البشر؟ الله كريم حبيبي، الله كريم. رح فيق الصبي وجهز الفطور، كون خلصت لي بإيدك. يلا خليها لغير مرة. لك مو حلوة حبيبي، صار لهم وصيتك عليهم أسبوعين. حكيتها امبارح. عارفة عندها ظرفين بكفوها 10 أيام. ولو كان. أمك وأبوك بحبوا يأمنوا على أدويتهم قبل بوقت. كل الكبارية هيك. بقى اليوم الناس مرق لعندهم مجبور بخاطرهم. ماما ايش معي؟ صحتين تقبرني. هي روح حبيبي يلا بمشي انتقلك بسرعة. شبك؟ ضروري تفتحي هالمواضيع قدام ولد؟ ضروري تحرجيني قدامه؟ ليش انا شو قلت لك؟ عم اقول لك روح لعند اهلك وخذ لهم ادويتهم، بشو غلطت؟ ما معي مصاري، لسه ما قبضت. بعدين بتقبليها علي روح على بيت اهلي وايدي تكون فاضيه؟ بتقبليها روح لعندهم وانا ماني قدران اخذ لهم الاغراض الموصيني عليها؟ طيب ليش ما قلت لي؟ خلص رهف خلص. قومي البسي ووصلي وائل على المدرسه. طيب. صباح الخير استاذ. صباح النور. شوف لي المعامله اذا بتريد. عند الاستاذ. شكرا. صباح الخير استاذ. اهلا صباح الخيرات. الاستاذ قال لي المعامله عندك. شوف لي يا ابو معي. بس هي المعامله مو نظاميه. كيف مرقت على الدائرة الفرعية؟ تمرق استاذ، وليش ما بتمرق؟ بتمرق. عم اقول لك المعاملة مو نظامية، كل النسب بالجداول مو مزبوطة. بنظبطها استاذ، بنظبطها. ايه تفضل لو سمحت. ظبطها وبعدين ارجع لعندي. وهيك استاذ، شفنا اذا بتزبط ولا لا. قيمة من خلقتي؟ وتفضل اطلع لبرا. احكي لك كلمة استاذ. وقعها وإلك قدو. لك راح تنقلع من خلقتي ولا اجيب لك الشرطة؟ رح انقلع ولا تجيب الشرطة، بس فيك وبلاك راح تمشي. طول بالك وعدنا. لك اخ اخ ما بعرف منين بدي لاقيها ولا منين. هذا بيشحطك يمين وهذا بيسحبك شمال. بس برافو عليك. وعلى شو؟ ما شفت حالك كيف قلعته للزلمه؟ لك انا ما قلعته لانه ما برتشي. انا قلعته لأنه إذا ضل يزيد المبلغ خفت إني أقبل.
فرح سليمانك بصفك؟ عندنا موسيقى، اخذت اذن من انسه واجيت وقفت هون لانطرك. خير حبيبتي؟ تسلم عليكي ماما، وقالت لي اخذ رقم موبايلك لتحاكيكي. مشان شو؟ مشاني انا واختي. يا حبيبتي انا مسكره كل الدروس لشهر 5، بتعرفي الفحص قرب ما عندي وقت. وانا كرمال هيك بدي اياك تساعديني. طيب انت وين بيتكم؟ قريب من هون 5 دقائق مشي. يلا يا بنات روحي على صفة. يلا انت كمان. كيفك انسى رهف؟ اهلين انسى حنان. يلا انت روحي على صفك وانا بحكي مع امك. ايه يلا. ما عندك سادسة؟ لا خلصت اليوم. شو قررتي مشان الطلعة؟ لا أنا ما خرجت. روحوا أنتم انبسطوا. كلياتها ساعتين زمان ما راح نطول. ما بقدر. وعدة طالبة على الساعة 3 ولازم أخلص معي المنهاج من هون لآخر الشهر. أنتِ لأمتى بدك تضلي دافنة حالك بالحياة؟ فترة وبتمرق. ما فيني اترك عماد لحاله وهو بنص هالمصايب اللي عم تنزل فوق راسه. الك سنين عم تحكي هالحكي وما في شيء تغير ابدا. الا ما تفرج. وعماد ما عم يقصر ابدا. تصطفلي، على كل حال اذا خلصتي بكير حاكيني، بلكي بتلحقينا. اكيد. يلا باي. ليش ما عم ترد على الموبايل؟ اهلين ابو غيث، تفضل تفضل. زهلا شرف تفضل. قلقتني عليك، قلت اكيد صاير معه شيء. لا لا ما في شيء، بس هيك شوية مشاكل شخصية. ايه على خير ان شاء الله. اطلب لك كاسة شاي. بعت لي كاسة شاي وفنجان قهوة سادة الله يخليك. وليش جاي لعندي على الشغل؟ بصراحة وقت ما قدرت القطعك على التليفون وما حبيت امر لعندك على البيت مشان ما احرجك قدام العيله وافتح الموضوع، قلت لحالي بيجي لهون على المكتب وبحكي من راسي لراسك. تفضل شو هو الموضوع؟ شلون عزماتك عماد بيك؟ عزماتي بشو؟ شو بشو؟ صرنا باخر تشرين. ايه مزبوط، بس بقينا شهر وكم يوم لسه. كرمال هيك انا اجيت لعندك. شوف عماد، اقسم بالله انت مثل ابني غيث، وما حابب يعني بين يوم وليلة لاقيك مرمي بالشارع. طيب بس انتظروني لأول السنة بركي بكون دبرت أموري. بس صاحب البيت غير رأيه، يمكن صاحح له زبون أحسن. والله شو؟ طب أنا شو بعمل بحالي؟ بصفى بالشارع؟ أخي هذا عقد، والعقد اتفاق بين اثنين، وأنت بعد شهر بيخلص عقدك. كنتوا خبروني قبل الوقت، خلوني أتصرف. هي أنا عم خبرك. تفضل تفضل عمو تفضل. يسلموا ايديك. يسلموا. يسلموا ايديك. الله معك. والعمل؟ اخي ادفع له بدال الست اشهر سنه لقدام وفوقهم حبه بركه، وانا متاكد انه راح يشاور عقله. انا يا دوب امنت الست اشهر. بدي أمن سنة؟ لا وشو كمان؟ بده يزود لي الأجرة؟ والله يا ابني المربح معك، شايف كيف الأسعار طايرة؟ هذا إذا لقيت بيت ينسكن مثل العالم والخلق، هذا غير كلف النقل والتعتير. أنا شايف القصة ما بدها تفكير. يا أبو غيث، يا أبو غيث أنا موظف من جماعة الدخل المحدود، كيف بدي أمن المبلغ؟ والله أنا اللي علي عملته، هي صاحب البيت موجود وروح اتفق معه. طيب خلص شور شورك، انا من ايدك هي لايدك هي، انت فصل وانا بلبس. قلت لك شو تعمل، يا ادفع يا اطلع. ها السلام عليكم. لحن بدنا نعملها لحن.
شو مبكرة اليوم؟ ايه والله خلصنا المراجعة وبكره بدنا نبلش رياضيات. الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. تفضلي حبيبتي. شو هدول؟ هدول حساب الأسبوع الماضي. ايه بس هدول كتار. نحن الثلاثة الماضي تحاسبنا. لا مو كتار. جوزي حب يزود لك اياهم وقت شاف علامات البنت بيرفكت. الله يعطيك العافية. لا معلش مدام. خلينا مثل ما متفقين. هذا واجبي. لا هيك بزعل منك، ضبيهم بشنطتك. لا معلش لو سمحتي. هلا هيك؟ ما بدك ياني يكون مرتاحة؟ براحتك.